ناخد ام محمد. ازيك يا قمر يا اللي منوره الشاشه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يا حبيبتي الف سلامه عليكي والف مليون سلامه الله عليكي. يسلم، زهقتكم معلش، حقكم عليا. بصي وانا اعيا بدالك بعد الشر عليكي، والله، اي حاجه وحشه ما تجلكيش انت تجيني انا. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده، شفتي يا ربنا حبيبتي يا يخليكي. منوره الشاشه يا قمر يا اللي ربنا ما يحرمناش منك ابدا. ربنا يخليكي، ولا يحرمني منكم ابدا، ربنا يخليكي شفتي يا رب. يا رب يبارك في عمرك ويطول في عمرك امين وصحة وعافية كده امين يا ويشفى رب، عنك ويكفيكي شر المرض يا رب يا أغلى امين الأمنياء. امين يا رب، ربنا يا يبارك رب لك. يخليك، وكل سنة وانت طيبة والأستاذ حضرتك مصطفى بألف خير، طيب وحضرتك والشيخ بألف عويضة خير، والشيخ رمضان وكلكم وانتوا طيبين واللي عندك كلهم طيبين يا رب. وحضرتك بألف خير وسعادة يا رب، رمضان الله كريم يخليك يا عليكم إن حبيبة شاء قلبي. الله. بقول لك يا أغلى الأمنياء، أنا اتفضلي اشتكيت لك حبيبتي. قبل كده من ابني خير يا ضربني رب، برضو رمضان اللي فات، لا إله عنده إلا 8 الله. 27 سنة ومبهدلني وبيضربني وبيشتمني وبيكسر لي البيت، واشتكيت لك قبل كده طب برضو منه. فكريني بس، معلش اعذريني. كان في رمضان اللي فات ونفس رمضان ده، يعني بص كل رمضان بيتخانق ويكسر لي هو البيت عايش مع وبيشتم. حضرتك؟ هو عايش معايا بس بيمشي ويجي يعني. اقصد متجوز يعني ولا مش لا متجوز؟ مش متجوز، عنده 27 سنة مش متجوز، بس اسلوبه وحش معايا، بيشتمني طب هو ويمد بيشرب ايده. حاجة؟ لا قبل لما انا اشتكيت لك قبل كده منه مش بيشرب ما هو اي حاجة. اعذريني انا، عشان بيبقى فيه مكالمات كتير ببقى مش فاكرة قوي. لا ما بيشربش، هو بصي عصبي قوي قوي معايا انا، وبصي ويشتمني ويقول لي الفاظ وحشة، ما وانا يعني وليا كبيرة مش صغيرة. ليه اخوات؟ ليه واحد اكبر منه، طب ما اخوه موقفه ايه طيب؟ أخوه بيتلاشى ما يعني، عشان هو بيتسرع معاه يعني طب هو بالغلط. مشاكله مع حضرتك ايه؟ ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ولا حاجة يا أبله لمياء، بصي لو أي حاجة قلتها له اعملها يتخانق معايا، يشتم ويمد إيده، والله مخربشني وضربني في دراعاتي، مطلع ضوافره باللحم. شفتي؟ وأقول له يا ابني طب غلط، يا ابني طب أنا عملت لك إيه، طب حقك عليا، طب معلش، وأهدي فيه ويمسك فيا، يقعد كده يخبط كده فيا ويطبقني كده وبعصبية بقى. طيب مش فين عارفة أعمل باباه له إيه. امال؟ وده اكيد ها؟ باباه. لا بابا ما بابا ماجي. هو بابا الكبير؟ ما. لا هو ليه لا اخ ده هو اكبر. أصغر واحد عندي والله، وعصبي قوي، وأنا دلوقتي هو طب مش هو بعد ما كبير. بيعمل مع حضرتك كده بيتعامل معاكي تاني ازاي يعني؟ بيجي بقى يقول لي حقك عليا، وأنا من النوع اللي قلبي طيب وطيبة وبنسى، بقول يا بت زي بعض ومش مشكلة خليه، وحنينة عليه، ويعني هقول لك يعني بعمل معاه عمايل، بس في ثانية كده لو قلت له لا مؤاخذة معلش اغسل رجليك يبهدلني ربنا يقلب يهديه، عليا الدنيا ربنا يهديه. يا رب. انا مش عارفه دلوقتي، انا العيال بقى حاكمين عليا، يقولوا لي ما تكلمهوش خصميه عشان يحترمك، مش عارفه انا اعمل ايه دلوقتي، طيب يعني حاضر اخصمه ولا اعمل ايه، ولا مش حاضر عارفه. حاضر حاضر. تابعينا يا أم محمد. من أصعب المكالمات وأصعب الحالات اللي بتيجي للواحد، يعني الواحد بيبقى مش عارف يقول لهم ايه، يعني يقول لولد زي ده ايه وانت بتضرب امك؟ يعني هل هي وانت صغير عملت فيك مرة كده؟ ولو عملت فيك كده يعني هل هي عذبتك زي ما انت بتعذبها؟ يعني هي دي جزاتها، ان هي عمرها كله ضاع في تربيتك واستحمالك والام انا عارفة الام بتعمل ايه، وتحرم نفسها من كل حاجة عشان خاطرك، وفي النهاية هي يوم لما بتقول لك على حاجة بتقول لك على فكرة لمصلحتك مش لمصلحتها هي. يعني لو قالت لك أي حاجة اعملها فهي بتقول لك عشانك أنت مش عشانها هي. هتفضل أمك طول عمرها لحد آخر نفس بتتنفسه اللي بتقولهولك لمصلحتك مش لمصلحتها هي. في النهاية احنا ما بنبقاش عايزين حاجة من ولادنا غير إن هم يبقوا كويسين، وإن الواحد يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو عمل كل اللي يقدر عليه معاهم. يعني الواحد يقول له ايه طيب؟ عندك حق والله يا أستاذة لمياء، الأم يعني لا توزن بميزان، طبعا ونصيحة الأم لابنها هي نصيحة محب ونصيحة صادق، وما يعرفش قيمة الأم إلا اللي فقدها. لذلك يعني
أنا نفسي ابننا يعني يسمعني دلوقتي يا رب يسمع حضرتك ويفهم يعني ايه كلمة أم. أم يعني الحب، يعني الحنان، يعني الدعوة الصادقة، يعني الدعوة الخالصة. الأم يعني الصدر الحنين. الأم يعني الدعوة الخالصة الصبح كده وانت بتسمعها تدي لك طاقة طول اليوم. اليوم الأم هي الحنان اللي عمرك ما هتلاقي حنان زيه في الدنيا أبدا. أبدا الأم اللي هي اللي خايفة عليك وقلقانة عليك وما بتاكلش غير لما انت تاكل وما بتنامش غير لما انت تنام. الأم عارف يا يا أستاذة فضيلة لميا، الشيخ، أنا لما بسمع مكالمات زي دي وبشوف نماذج وبيتحكي لي حاجات، بشوف الصورة بقى كمان بشكل تاني. يعني بقعد أتفرج على اللي بيعملوه الأولاد في أهاليهم وأقول لو تعرفوا إن هتلف الأيام وتدور وهيتعمل فيكوا نفس اللي انتوا بتعملوه. يعني اللي بيضرب أمه ده ولادك هيضربوك كما تدين تدان. طبعا. والعلماء قالوا كده بالظبط، قالوا ان العقوق ده دين، العقوق دين والبر دين. يعني انت بار النهارده بوالدك ووالدتك هيطلع ولادك كده بالظبط، والناحيه التانيه انت عاقل والدك ووالدتك برضه ولادك هيوروك المر اللي في الدنيا. سيبك من دي يا استاذه لميا، الفطره، فطره ربنا سبحانه وتعالى اللي حطها فينا بارتباطنا بابائنا وامهاتنا، ده حته منك، أبوك وأمك ده حتة منك.